احنا الغاز موجود المشكله، والمشكله ده نهدر يعني مو بس الفلوس اللي ده نهدرها، يعني تحكي لي على المولدات ببغداد فيها 8000 مولد. 8000 مولد اذا كل مولد يستهلك يوميا بهاي الذروه 500 لتر، انا ما اعتقد 500 يحتاج، اكثر من 500 الف يحتاج، معناته احنا ده نهدر يوميا تريليون و800 دينار 800 مليار يوميا بس للغاز، يشترون غاز اويل لانه اللتر ب 450 يعني. انا حسبت على السعر الرسمي. البلد يهدر ايش قد دكتور؟ والله تريليون و800 تريليون و800 و800 بس شراء الغاز اويل للمولدات. اوف هذه يوميا زين، وهذا ايضا نحسب احنا من الكلف، لانه هذه لو توجه على محطات كبرى ما نحتاج هالقد غاز اويل. الخطا الاكبر انه انت بلد درجة الحرارة مالتك تزيد عن 50، وبالتالي المحطات الغازية ما تعمل السادة. يعني أنا أستاذ فرات راح يعاوني بهذا الموضوع، لأنه المحطات الغازية تسوي شت داون ب 49 درجة، أنا معلوماتي تتوقف، وبالتالي أنت لابد أن تعمل بالمحطات الحرارية اللي تعمل بالنفط الأسود، بالغاز أويل، بالنفط الخام، حتى ممكن أنه تستمر وتنتج. وبالتالي انا اعتقد انه حتى نحل من هذه، نخلص من هذه المشكله، السعوديه عندها محطات كبرى تنتج بتشتغل بالنفط الاسود، ايش احنا نشتغل بالغاز واحنا ما الغاز واحنا ما عندنا غاز؟ هذه مشكله. سوء التخطيط مع سوء الاداره هو اللي هدر لنا هذه المليارات. طبعا الفساد على اولويات القائمه. طبعا 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 طبعا.